احمد موسى امبارح بيقول لك البلد كانت هتروح مننا لولا قرار السيسي اللي هو الانقلاب، ودلوقتي البلد راحت فعلا. يعني بعد قرار السيسي البلد راحت ازاي بقى؟ لا في تعليم ولا صحه، الارض بتتباع، الدولار ب 50 جنيه رسمي، الوضع بقى أسوأ من أسوأ احلامك وكوابيسك. انا مش هعرض فيديوهات لحضراتكم عشان ما عندناش وقت للكلام الفاضي بتاعك ده، بس تعال نشوف الواقع. هو اللي هيرد على كلام احمد موسى بتاع ان البلد كانت هتروح، البلد كانت هتروح خلاص يا جماعه لولا السيسي. طيب معدل التضخم السنوي في المدن المصريه مش الريف وصل في الشهر اللي فات ده 35.7%، يعني حوالي 36% ده معدل التضخم السنوي مدن مصر اللي بيتسارع، والسيسي او احمد موسى بيقول لك البلد كانت هتروح مننا لولا السيسي. عمرو اديب طالع يقول لو ما قدرتش توفر دولار في البنوك للناس يبقى في خلل. فكره قايمه على ايه؟ بص يا عموره، انت زيك زي اي حد بودرجي بيحاول يدي للمدمن الوجبه بتاعت الادمان. احنا مش عايزين ادمان، مش عايزين مسكنات، مش عايزين زي ما حسن الصادي قال، الدكتور حسن الصادي، تحط لنا كلوكوز. احنا عايزين تغيير جذري في الاقتصاد، عايزين اصلاح للمنظومه الاقتصاديه من جذورها، مش مسكنات ولا كلوكوز زي ما قال. وبمناسبه ان السيسي كان بينقذ البلد ومش عارف ايه، ارتفاع اقساط وفوائد الديون المستحقه على مصر ل 34.9 مليار دولار هذا العام، اخد بالك، بعد ما كانوا 42 مليار و300 مليون دفعنا جزء، وباقي علينا الجزء اللي قدام حضرتك اللي هو حوالي 34، يعني حوالي تقريبا 35 مليار دولار. طيب تفاصيل الفوائد والاقساط اللي هنفضل ندفعها من هنا لسنة 30، بص معايا عشان تعرف ان الموضوع مش هيخلص السنة دي، وهي مش زنقة للسنة دي وخلاص، الموضوع اكبر من كده. احنا في 2024 لازم نسدد زي ما حضرتك شايف مبالغ مهولة، السنة الجاية لازم نسدد 11.3 من 10، اللي بعدها 12.27% ده دولارات بتاع ده مليارات كلها، بعد كده عندنا اهو تقريبا 8، بعدين 4، بعدين 4، بعدين 3 وكسور، وهتفضل تسدد لحد سنة 5، لحد سنة 30. دي المبالغ غير الفوائد بتاعة القروض اللي هو بياخدها دلوقتي. يعني هو مش مخليك تتهنى ان في قروض تهدى واسعار، لا، هو بياخد قروض دلوقتي علشان تضاف علينا فوائد واقساط الفتره اللي بعدها. تواصل الاستحواذ الاجنبي، الاستحواذ الاجنبي لسه مستمر على المرافق المصريه. بيزنس سيتي جالها عرضين من السعوديه ومن الامارات، ليه؟ علشان ياخدوا الشرقيه للدواجن. حتى يعني دلوقتي انت بعت القمح بتتحكم فيه الامارات، السكر بتتحكم فيه الامارات، دلوقتي السعوديه والامارات يعني قدموا عروض علشان مين فيهم يستحوذ على الشرقيه للدواجن. الشرقيه للدواجن دي يا سيدي الفاضل عندها مزرعه مقامه على 25 فدان في منطقه بلبيس في محافظه الشرقيه، بالاضافه لاراضي ثانيه مقامه عليها المصنع الخاص باعاده تدوير المخلفات بعد ما بيذبحوا الفراخ يعني، وعلشان يحولوها لمنتج بروتين حيواني للدواجن والاسماك. عندها املاك كتير جدا، وانت جاي تبيع ده كله.